مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. اعترف احمد يحيى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم ان الكاف مسؤول عن فضيحة رادس التي شهدتها المباراة النهائية بين فريقي الترجي التونسي والوداد الرياضية. وأوضح أحمد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الذي حل ضيفا على برنامج الماتش على ميديا أن تي في أن الجميع مسؤول عن أحداث رادس بما في ذلك الاتحاد الإفريقي على اعتبار أنه المسؤول الأول عن تقنية الفار، وكانت أحداث مباراة رادس سببا في تغيير قوانين مهمة بالكافة أهمها إجراء مباراة نهائية بملعب محايد بدل الاعتماد على النظامي الذهاب والإياب، إلى جانب فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم وصاية على الكافة وتعيين فاطمة سامورة لإعداد تقارير ومتابعة التسيير اليومي للكافة. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.